Welcome. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. Today we have a new lesson called What Time Is It? Number 1, The Digital Clock. فاليوم رح نعلمكم كيف نقدر نقرأ الساعة بالإنجليزي ساعة الديجيتال. فهو رح تكون the first lesson. ورح يكون في عنا كمان درس. We're going to talk about how to tell time on the analog clock. Analog clock اللي هي الساعة مع قارب اليد. So today we're going to see what we're going to take in today's lesson في درس اليوم. So first, reading numbers and practice. فرح نتدرب كيف نقدر نقرأ الأرقام اللي بيلزمنا لنقرأ الساعة ونتدرب على قراءة الأرقام. Then we're going to look at AM, PM, military clock. فAM يعني متى نستخدم AM, متى نستخدم PM للصباح للمساء. وميليتري كلوك اللي هي ساعة الجيش أو كيف توقيت الجيش اللي هي بتكون 24 ساعة ورح نحكي عنها كمان. Then telling time and some practice and then there will be a worksheet at the end. So the first thing we're going to begin is the reading the numbers. So the numbers we will need to read time is from 1 to 59. يعني بدنا نقدر نعرف نقرأ الأرقام من 1 ل 59 لحتى نقرأ الساعة. لأنه في عنا الساعة from 1 to 12 وبعدين عنا ل 59 اللي هما بتكون الدقائق. فعشان نقدر نقرأ الساعة بدنا نعرف أول شيء كيف نقرأ هدول الأرقام. So we're going to begin from 11 to 19. ما رح ناخد from 1 to 10 لأنه معروف عند المعظم كيف نعد من الواحدة للعشرة. So we're going to look here. We have 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. هلا إذا بنشوف هدول اللي باللون الأزرق 19, 18, 17, 16, 14 هدول طلعت نفس الرقم 4, 6, 7, 8, 9 وبس زدنا عليهم كلمة teen. اللي باللون الزهري شوي اختلفوا عن الرقم الأصلي. فهنا ال 15 اتغيرت عن ال 5 وصارت مع F وانشالت الإي فصارت الصوت 15. وهنا كمان 13 اختلفت عن 3 وصار THIR بدل REE 13. وهنا 12 بدل ال O لل 2 بنحولها ل E وبنحط LVE. و 11 يعني كتير مختلفة عن ال 1. So هدول هما فبنقدر نتذكرهم بهاي الطريقة. وخاصة من 13 ل 19 كلهم بنتهوا بتين. وإذا بنتذكر كلمة teenager اللي معناتها مراهق فهدول من 13 ل 19 from 13 to 19 these are the years of a teenager. يعني هدول الأعمار اللي بيكون فيها الواحد فيها مراهق فبنقدر بهذا نتذكر هدول الأرقام. So now we're going to move on how to read the numbers from 20 to 59. So the first thing we need to know is how to read these numbers. يعني كيف نقرأ الرقم مثلا 20, 30, 40, 50 وبعديها بتصير سهل لأنه بس بنضيف رقم وبدنا نقرأ ال 20 مثلا 20 ومثلا 1. So here we have 20, 30, 40, 50 وكلهم بينتهوا ب تي واي. 20 كمان هون بدال ال O بنحط E N. 3 كيف غيرناها ب 13 نفس الاشي في 30. ب 40 بس بنشيل ال U من ال 4. و 50 كمان نفس الشيء كيف غيرناها في 15 بتتغير نفس الشيء بس هنا تي واي بدال ال teen. So بدل إن عرفنا 20, 30, 40, 50 هلا بتصير سهل علينا لأنه وقت ما بحط رقم بحط رقم من 1 لتسعة. So for example here I have 21 يعني بقرأ رقم 20 وبعدين بقرأ الرقم هاي 1. So next one, 20, then I have here 9. So بقرأها 29. Here I have 30, 3, 40, 4, 50, 8. فبس بقرأ الرقم يعني 20, 30, 40, 50.
وبعديها بقرأ الرقم اللي بعدها، وهي راح تكون الأرقام يعني من 1 لتسعة، so 1, 2, 3, 4. So بهاي الطريقة نقدر نقرأ كل هاي الأرقام. So now we're going to practice. هون بدي إياكم توقفوا الفيديو، تتطلعوا على هدول الأرقام، تحاولوا تقرؤوهم، وبعدين تكملوا في الفيديو. So the first number we had 12. وزي ما حكينا هون غيرنا ال O تبع ال 2 ل E وبعدين L V E. Here we have 15. وحكينا كمان الصوت بتصير 5 بدل 5 لأنه بنحط F 15. وبتنتهي ب teen لأنها حكينا زي أعمار المراهقة فبتكون T I E N. Here we have 30, and then the other number is 4. فبعرف إنه 30 هي 30, ف34. Here I have 28, لأنه عندي 20 وثمانية, so 28. Here I know I have 50, عندي 50, وبحكي الرقم اللي بعدها 55. Okay, so now we're going to talk about AM and PM. So أنا وقت ما أشوف AM معناتها معظم المرات صباح أو كل الأوقات يعني بتكون AM ساعات الصباح. PM ممكن تكون afternoon, evening, night اللي هو الظهر, المساء أو الليل. So هلأ في عنا كيف بتتقسموا الأوقات يعني 12 AM to 11 AM. 12 AM اللي هو midnight يعني الساعة 12 الصبح, okay, يعني منتصف الليل, لحديت الساعة 11 بالصبح بنستخدم AM. يعني مثلا الساعة 12 بالمنتصف الليل, مثلا الساعة 5 الفجر, الساعة 10 الصبح, كل هدول بنستخدم لهم AM. So for example, if I say 5 AM, بعرف إنه هذا 5 الفجر, 5 in the morning, ومش 5 مثلا بالعصر. Here also 10 AM, وقت ما أشوفه بعرف إنه هذا معناته الساعة 10 الصبح ومش معناته 10 بالمساء. Now when do we use PM? متى بنستخدم PM? So from 12 PM to 11 PM, from noon to 11 at night. Noon اللي هو الظهر يعني الساعة 12 الظهر, لحديت الساعة 11 بالليل نستخدم PM. فمثلا if I see 5 PM, بعرف إنه هذا رح يكون الساعة 5 المغرب, وإذا بشوف 10 PM معناته بيكون العشرة بالليل. وكيف بقرأهم؟ AM PM, يعني كأنه بقرأ كل حرف لحاله AM PM, ما مثلا بقرأها AM PM, no, AM PM. Okay. We're also going to look quickly at the military time, اللي هي نظام ال 24 ساعة اللي بيستخدموها بالجيش, بس بدنا نطلع عليها بشكل سريع لأنه في ساعات مرات على الديجيتال بيكون عليهم اختيار ال 24 ساعة, وكمان مرات الواحد وقت ما مثلا يحجز طيارة, يحجز باص, بيكونوا بيستخدموا التوقيت ال 24 ساعة وما بيستخدموا التوقيت العادي. فمثلا إذا أنت حجزت طيارة نحكي مثلا الساعة 16 معناتها الساعة 4 العصر. So it's useful to know, فممكن الواحد يعني يستفيد منه كمان بحياته. And it's also part of the digital clock, يعني هو مش موجود بالساعة الانالوج, الساعة اللي مع العقارب الساعة, بس بساعة الديجيتال في عنا خيار ال 24 ساعة, فكمان بدنا نطلع عليهم بشكل سريع. So الميليتري تايم ببلش عنا from zero, يعني من ال zero اللي هي بتكون الساعة 12 منتصف الليل, وبعدين بتصير تمشي واحدة تنتين ثلاثة للساعة 11 الصبح, بعدين بتصير 12 الظهر, بعدين 13 اللي هي 1 الظهر, 14 2 الظهر, 15 3 العصر. So, وهيك بنمشي.
إذا الواحد بيكون متصعب أو ما بيعرف قديش الساعة، بس ضيف مثلا على الواحد زائد 12 بيطلع عندك 13 اللي هو بتكون وحدة الظهر. Also for example if 5 plus 12 زائد 12 يساوي 17 اللي هو راح تكون 5 المغرب أو 5 العصر. So now here we're going to see how we can tell time. Here we're just going to give some examples on how to read the time. So كيف بقرأ الوقت؟ ببلش من الرقم اللي هون، بعدين بقرأ الرقم اللي بعدها. يعني حتى زي بالعربي بنقرأ أول شيء مثلاً 11، بعدين بحكي 40. So in English I will say 11. Then here I have 40 a.m. The next one here, I have 8:25 p.m. هنا ليش حطيت صفر قبل؟ لأنه ساعات الديجيتال بيكون فيهم أربع خانات، فإذا بيكون في خانة فاضية بتكون فيها الخانة صفر. Here, for example, I have 10:15 p.m. Here, I have 1 o'clock. I can say 1 o'clock in the afternoon. Or I can say 1 p.m. بس ما بقدر أحكيهم مع بعض. يعني I cannot say 1 o'clock p.m. No, I either say 1 o'clock بعدين بحدد مثلا الفترة in the afternoon or in the أو بحكي 1 p.m. Here عندنا حطيت مثال يعني للتوقيت الجيش. Okay, so I will say 2 o'clock or 2 p.m. كيف عرفنا إنها PM؟ لأنه الـ14 اللي هي بتيجي بالظهر. وبس بدي أكد هنا، هذا مش الطريقة اللي يعني بيقرأوا فيها الجيش، يعني ما بيحكوا مثلاً 2 PM، بيقرأوها بطريقة معينة، بس إنه إحنا بس بدنا نعرف قديش هي الوقت، فبس رح نقرأها بالطريقة العادية اللي هي 2 PM، بس في طريقة خاصة بيقرأوا الجيش فيها الأرقام. Then here I have 6:10. 6:10 p.m. وهي كمان بتوقيت الميليتاري اللي هي 18 اللي بتكون الساعة 6. And I know it's p.m. لأنها 18 فبتيجي مع ال p.m. وبس هون على السريع بدي أرجع للساعة وننتبه هون على الساعات اللي بالبن الفاتح اللي هي من 12 ل 23. هدول ال p.m. يعني أول ما أشوف هدول الأرقام بعرف إنهم PM، وإذا بشوف هدول الغامقين فهدول AM من الصفر لحديت ال 11. فبالعادة إذا بتكون الساعة military التايم على الديجيتال ما بيحكي إن AM أو PM، بس على طول أنا بقدر أعرف إذا صبح أو مساء. إذا بشوف مثلا هل 14 هل 11 فبشوف if it's morning or afternoon, evening or night. تمام، هلأ هون بدنا نعمل practice. بدي إياكم توقفوا الفيديو تحاولوا تقرأوا الساعات تمام مع AM and PM وبعديها تكملوا الفيديو. So you can stop the video here. Okay, so these are the answers. Here we have 12:45 a.m. Here we have 9:35 p.m. Here we have 6:18 p.m. Here I have 5 o'clock. I can say 5 o'clock in the evening, or I can say, for example, 5 p.m. Here I can say 9 o'clock, or at night, or I can say 9 p.m. Here 1:12 p.m. وكمان مرة، كيف عرفنا إنه هدول PM؟ لأنه حسب الساعة تبعت military timing. Alright you guys، يعطيكم العافية. هذا كان درسنا لليوم، وكمان بذكركم إنه راح يكون في الworksheet في الرابط. كمان بذكركم انه راح يكون في الورك شيت في الرابط تقدروا تعملوها وتشوفوا فهمكم. يعطيكم الف عافيه.